بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، على من جمعت كل الكمالات فيه، وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته، أهلا بحضراتكم معانا. وهنعيش النهاردة مع اسم من أسماء الله الحسنى. انتهينا في الحلقات الماضية من الحديث عن اسم الله سبحانه وتعالى العزيز، الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. وكلمة الجبار لم تأتي في القرآن إلا مرة واحدة. قال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. الجبار هو الله. لما ننظر لاسم الله الجبار، بعض الناس لما يسمع اسم الله الجبار يشعر بالخوف بالرهبة. ليه؟ لأن اسم الجبار من أسماء الجلال، اسم جلال. الله هو الجبار، الله هو العظيم، الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة ويقول: أنا الجبار. أين الجبارون في الدنيا؟ أين المتكبرون في الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى هو المتكبر، هو العظيم، له الكبرياء، له الملك والملكوت سبحانه وتعالى. لكن خلونا ننظر لاسم الله الجبار من ناحية أخرى. الجبار هو الذي يجبر الخواطر، هو الذي يجبر المنكسرين. فممكن نقول إن اسم الله الجبار من أسماء الجلال على المتكبرين، ومن أسماء الجمال لعباد الله المنكسرين المتذللين. الجبار يجبر بخاطر خلقه ويجبر بخاطر عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. لذلك القرآن الكريم فيه صورة من القرآن يعلمنا الله فيها كيف يكون جبر الخواطر. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أحيانا نجد بعض الناس قلوبهم يعني فيها كبر، فيها خيلاء، فيها عزة بالإثم، نجد إنه هو جبار بين الناس. لو أردت أن يلين الله قلبك امسح على رأس اليتيم، يلن قلبك وتدرك حاجتك من هذه الدنيا. لأنك لما تمسح على رأس اليتيم تأخذ بمسحتك هذه حسنات، لأن القلب هيلين لما تشعر باليتيم وبذل اليتم الذي يجده هذا اليتيم. الله سبحانه وتعالى هو الجبار، يجبر الضعيف، يجبر المنكسر. الله سبحانه وتعالى يجبر بخاطر عباده، وكما قال القائل: من مشى بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله في جوف المخاطر. ناخد بالنا، هقولها تاني: من مشى بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله في عين المخاطر. لما تجبر بخاطر الناس ربنا هيجبر بخاطرك سبحانه وتعالى. لما تجبر بخاطر الناس رب العزة سبحانه وتعالى هيكرمك، هيتجلى عليك باسمه الجبار
الجبار سبحانه وتعالى هو الجابر للمنكسر، الجبار هو العلي، هو المتعالي، هو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. لما تعوز ربنا يجبر كسر قلبك ويجبر بخطرك، اجلس بين يديه في وقت السحر وقل يا جبار يا جابر المنكسرين يا راحم المستضعفين اجبرني واجبر كسري يا رب العالمين. أسأل الله أن يتجلى علينا وعليكم باسمه الجبار، وأن يجبر كسرنا، وأن يغفر ذنبنا، اللهم آمين. أروح فاصل وأرجع لحضراتكم تاني مع الأخلاق. صلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله، وهنعيش مع خلق من أخلاق الإسلام ومع هدي من هدي سيدنا رسول الله. كنت بتكلم مع حضراتكم بارح إن سيدنا النبي كان رحمة بجميع العوالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإن رحمة سيدنا النبي تشمل الكافر والمؤمن، تشمل جميع الخلق. ربنا بيقول له في القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبينت لحضراتكم بارح كيف كانت رحمته مع الغلام اليهودي الذي هداه الله للإسلام قبل موته، وبينت لحضراتكم كيف دعا النبي لأهل دوس وهداهم الله للإسلام. تعالوا ناخد موقفين النهاردة من مواقف سيدنا النبي في تعامله مع الكفار، موقف في مكة وموقف في المدينة المنورة. الموقف الأول اللي كان في مكة، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة بعد أن أخرجه أهله منها، وبحب مكة عاش فيها 50 سنة، ومع ذلك أخرجوه منها وذهب إلى المدينة المنورة التي تنورت وتشرفت وتعطرت بجنابه الشريف. بعد 8 سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فتح الله له مكة. يوم الفتح العظيم، الفتح المبين، يوم فتح مكة 20 رمضان سنة 8 هجرية. فواحد من الصحابة معاه اللواء بتاع الصحابة وبيقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل فيه الحرمة. فأم سيدنا النبي قال: لا تقل هذا، بل قل اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الحرمة، اليوم أعز الله قريشا. بعد ما انتهى الموضوع ودخل سيدنا النبي وجاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جمع أهل مكة فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ تتخيلوا كده وتتوقعوا أنا هعمل معاكم إيه بعد ما فعلتموه معي من إيذاء وسب وشتم. فأهل مكة قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فماذا قال الرؤوف الرحيم؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأطلق النبي سراحهم وخلى سبيلهم، لأنه رحمة مهداه، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما أنا رحمة. الموقف الثاني في المدينة المنورة، جالس سيدنا النبي في يوم في المسجد النبوي، لقى الصحابة جايبين واحد من بني حنيفة وجدوه في الطريق، فجاءوا به إلى النبي كأنه يعني أسير بين يدي رسول الله. فسيدنا النبي عارف الرجل فقال: ما بك يا ثمامة؟ اسم ثمامة بن أثال الحنفي من أهل اليمامة من بني حنيفة. سيدنا النبي لما سأله السؤال، ثمامة سيد في قومه، وجيه في قومه، فثمامة قال للنبي: يا محمد، خد بالك من حاجة، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني لو قتلتني أنا قومي يأخذوا بثأري، وإن تنعم تنعم على شاكر، لو خليت سبيلي لأشكرن صنيعك هذا طيلة الحياة، وإن كنت تريد مالا أفدي به نفسي أعطيتك من المال ما تريد. سيدنا النبي ترك ثمامة ولم يتكلم معه. في اليوم التالي، تاني يوم، بيسأله النبي: ما بك يا ثمامة؟ قال له نفس الإجابة بتاع اليوم الأول. في اليوم الثالث سأله النبي: ما بك يا ثمامة؟ نفس الإجابة. شوفوا سيدنا النبي عمل إيه مع ثمامة. في اليوم الثالث قال للصحابة: أطلقوا ثمامة.
الصحابة كانوا رابطينه في عمود من أعمدة المسجد. سيدنا النبي قال لهم أطلقوا ثمامة خلوا سبيله، فأطلقوا ثمامة، انطلق ثمامة إلى مكان فيه ماء اغتسل وعاد إلى النبي بوجه يخالف الوجه الذي ذهب به. فلما عاد للنبي صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه وقال والله يا محمد ما كان على الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان على الأرض من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي، وما كان على الأرض من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ولما أسلم وحسن إسلامه دعا له النبي وقال لأهل مكة لن تصل إليكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيعلمنا سيدنا النبي من هذا الموقف أنه لم يدعو إلى الإسلام بالسيف، لم يدعو إلى الإسلام بالقوة، لم يدعو إلى الإسلام بالشدة ولا بالعنف، إلا أنه دعا إلى الإسلام بالرحمة، باللين، بالهداية، بالأخلاق المحمدية، بالشمائل المصطفوية. الجماعة الدواعش لما خرجوا علينا وقال أن محمدا أرسل بالسيف، سيدنا النبي لم يرسل بالسيف، إنما أرسل بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يتبين لنا من موقفه صلى الله عليه وسلم من ثمامة أن الأخلاق تكون سبب في هداية الناس. الدين المعاملة، تخلقوا بأخلاق الحبيب وارحموا المخالف، حتى لو واحد غير مسلم ارحموه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سيدنا النبي جميل وأخلاق سيدنا النبي جميلة، ربنا يجعلنا وإياكم من المتخلقين بأخلاق الحبيب. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أمين. أروح فاصل وأرجع لحضراتكم تاني عشان الفتاوى. صلوا على الحبيب. بسم الله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله، ووصلنا إلى فقرة الفتاوى والأسئلة. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم أمين. ورد إلينا سؤال من مشاهدة كريمة تقول خطبت ابنتي لشاب من أقاربي ويتواصل معها عبر الهاتف والفيسبوك وغيره من وسائل التواصل عبر الإنترنت، والأمر يقلقني، فما حدود هذا التواصل حتى يكون شرعيا؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد. احنا عندنا عالمين، عالم الواقع والعالم الافتراضي. العالم الافتراضي اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي اللي احنا عايشينها في هذه الايام، فيسبوك وتويتر وانستجرام الى غيرها، والواتساب الى غيرها من هذه الوسائل المستحدثة التي لم تكن في زمان آبائنا ولا اجدادنا. ايه الموضوع وايه الحكاية؟ العالم الواقع، لما خطيب بنتك يأتي إلى البيت يجلس معها ومعه محرم لا يخلو بها، لأن الخلوة ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. الحرام حرام حتى لو كان في البلد الحرام، الحرام حرام، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات يقع فيها كثير من الناس. سيدنا النبي يقول في الحديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فمثله كمثل حام يحمي حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. يتق الله هذا الخاطب في هذه المخطوبة، لأن مما عمت به البلوى في زماننا اللي بيتقدم لخطبة بنت من بناتنا ويقرأ الفاتحة أو يأتي بدبلة أو بشيء من أمور الخطوبة يظن أنها أصبحت له زوجة يحل له منها كل شيء،
وده طبعا مخالف لهدي النبي ومخالف للقرآن والسنة ومخالف لديننا. خطيب، نعم، فترة الخطبة هي مشروعة في الإسلام ومشروعة في الفقه الإسلامي ليتعرف الخطيب أو الخاطب على مخطوبته من خلال الكلام معها في وجود محرم، في وجود أبيها، في وجود أخيها، في وجود حد من أقاربها. إنما الأمر يبقى كده يعني على المباح ويكلمها وتكلمه ويتسامر بالساعات الطويلة، هذا مخالف لشرع الله. ويعني إحنا في المساجد بتأتينا أسئلة ما أنزل الله بها من سلطان، خال الخاطب بمخطوبته ودخل بها قبل أن يعقد عليها وتنصل من هذا الأمر وتركها بعد ذلك، والأب والأم يقعوا في مشكلة وفي مصيبة وفي كارثة كبيرة. إحنا الحدود ربنا حددها، فمن اتقى الشبهات، فمن اتقى الشبهات، في شبهة يبقى نتقي الله سبحانه وتعالى، وكل خاطب يتقي الله في مخطوبته، ونحذر من هذه المجالس أو هذه الفضفضات أو الدردشات التي تكون عبر وسائل التواصل، له منها ما يرضي الله سبحانه وتعالى. كيف حالك؟ عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ بتذاكري؟ بتعملي كذا كذا؟ الأمور اللي هي البسيطة. إنما يتمادى الأمر كأن يكون الحوار يدور بين الزوج وزوجته فهذا حرام، ونحرص أن نبتعد عن هذا الأمر، والله أعلم. جاءنا سؤال آخر يقول أحد المشاهدين الكرام: أنا من عمال طائفة المعمار وألبس حذاء بلاستيكيا طويلا يصعب خلعه ولبسه عند كل صلاة، فهل يجوز لي أن أصلي فيه علما بأننا نصلي على رمال طاهرة دون فرش في موقع المشاريع التي نعمل بها؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أنه يجوز لك أن تصلي في النعال طالما أنه طاهر. هذا الحذاء البلاستيكي الطويل يجوز لك أن تصلي فيه، ودي سنة مهجورة. تخيلوا أن الصلاة في النعال سنة مهجورة. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم، وخالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. لكن صلوا في النعال فين؟ ممكن واحد مش فاهم يدخل بالنعال في المسجد ويصلي بنعاله في المسجد. أبدا، صلوا بالنعال في الأرض، في الرمال الطاهرة، في مكان العمل. إنما المسجد له قدسيته وله احترامه، لا يجوز أن تدخل المسجد بالحذاء. فنقول للسائل الكريم: يجوز لك أن تصلي وأنت تلبس هذا الحذاء طالما أنه طاهر، وطالما أنك تصلي على مكان طاهر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وصلنا به إلى نهاية حلقة اليوم. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يخلقنا وإياكم بخلق رسول الله في رحمته، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد بدءا وختاما. أشوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.